السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنقوم فيه بمتابعة تصحيح التقويم التشخيصي المخصص لتلاميذ الجيل المشترك العلمي أو التكنولوجي. للاطلاع على التقويم التشخيصي يمكنكم زيارة صفحة الفيسبوك بروف مصطفى باق. الفيديو سنقوم بمحاولة تصحيح السؤال السابع الذي يقول résoudre les équations suivantes أي حل المعادلات التالية. لحل معادلة أو حل معادلة يعني إيجاد قيمة أو قيم x التي تحقق المتساوية، ولحل معادلة طرفاها يحتويان على مجاهيل ومعاليم. نقوم بجمع المجاهيل أو تحويل المجاهيل إلى طرف وتحويل المعاليم إلى طرف. لنبدأ بالمعادلة الأولى 2x ناقص 4. المجهول هو x و المعلوم في هذه الحالة هو ناقص 4. لإزالة ناقص 4 في الطرف الأول نقوم بإضافة 4 لطرفي المعادلة، زائد 4 زائد 4، والصفر زائد 4 ما هي إلا 4. إذن المرحلة الأخيرة أو التعبير الأخير لدينا ناقص 4 زائد 4 هو مجموع عددين متقابلين وما هو إلا صفر، فنحصل على 2x تساوي 4. لإزالة 2 نقوم بقسمة طرفي المعادلة على العدد 2، فنحصل على 2x على 2 تساوي 4 على 2. يمكن اختزال 2 فلتصبح المعادلة x تساوي 4 على 2 والتي بدورها تساوي 2. سنحاول التأكد هل هذا الحل صحيح، لذا سنقوم بالتعويض في هذا التعبير، ويجب الحصول على العدد 0. إذن لدينا 2x ناقص 4 تساوي، سأعوض x بحل المعادلة هو 2 الحل الذي تحصلنا عليه، فنحصل على 2 في 2 ناقص 4 والتي تساوي 4 ناقص 4 تساوي 0 وهو الطرف الثاني للمعادلة. إذن حلنا صحيح، وبالتالي حل هذه المعادلة هو العدد 2. لنمر للمعادلة الثانية. هذه الحالة لدينا المجهول x في طرفي المعادلة، إذن سأقوم بتحويل المجاهيل إلى الطرف الأول وسأقوم بتحويل المعاليم إلى الطرف الثاني. إذن لإزالة 2 سأضيف مقابلها ناقص 2 للطرفي المعادلة، ولإزالة ناقص 9 في هذا الطرف سأقوم بإضافة مقابلها وهو زائد 9x، عفوا ناقص 9x، سأضيف زائد 9x لطرفي المعادلة، فنحصل على هذا التعبير. وبعد التبسيط نحصل على 3x زائد 9x، المعاليم 3x زائد 9x تساوي 12، و 2 ناقص 2 عددان متقابلان يساوي مجموعهما الصفر. بالنسبة للطرف الثاني سأقوم بتطبيق نفس المبدأ، ناقص 9x زائد 9x عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر، و
ستة عفوا ناقص اثنان ما هي إلا أربعة. بنفس طريقة المعادلة السابقة سأقوم بمحاولة إيجاد تعبير العدد X. لإزالة العدد 12 سنقوم بالقسم على 12 في طرفي المعادلة، فنحصل على 12x على 12 تساوي 4 على 12. الطرف الأول من المعادلة يمكن اختزال العدد 12. إذن x يساوي 4 على 12، و 12 تساوي 3 في 4، ويمكن كذلك اختزال العدد 4، فنحصل على x يساوي 1 على 3 كحل للمعادلة الثانية. سنقوم بالتأكد هل فعلا العدد 1 على 3 هو حل للمعادلة. في هذا الصدد سأقوم بالتعويض في التعبير الأول بواحد على ثلاثة، وسنجد قيمة واحد، وسأقوم بالتعويض كذلك في الطرف الثاني وسأجد قيمة اثنان. إذا كانت القيمة الأولى تساوي القيمة الثانية فالعدد واحد على ثلاثة حل، وإذا كانت القيمة الأولى تخالف القيمة الثانية فالعدد 1 على 3 ليس بحل لهذه المعادلة، وهذا يعني بأننا قد ارتكبنا بعض الأخطاء في العمليات الحسابية، وبالتالي يجب إعادة حل المعادلة منذ المرحلة الأولى. إذا لنتأكد، لدينا التعبير الأول أو الطرف الأول من المعادلة هو 3x زائد 2، سأعوض x بالعدد الذي وجدناه كحل هو 1 على 3 زائد 2. نعلم أن 3 في 1 على 3 ما هي إلا 1، سأحصل على 1 زائد 2 تساوي 3. إذن الطرف الأول من المعادلة يعطينا القيمة 3. سأكرر نفس السيناريو على الطرف الثاني. لدينا 6 عفوا ناقص 9x، سأعوض x بالحل والذي هو 1 على 3. 6 ناقص 9x تساوي 6 ناقص 9 في 1 على 3، وتسعة في واحد على ثلاثة تساوي ثلاثة. إذن نحصل على ستة ناقص ثلاثة والتي تساوي ثلاثة. بما أن الطرفين يعطيان نفس القيمة، وبالتالي فالعدد واحد على ثلاثة هو فعلا حل للمعادلة الثانية. لنمر للمعادلة الثالثة. x أس 2 ناقص 16 تساوي 0. لإزالة ناقص 16 في الطرف الأول سأضيف مقابلها وهو 16. نضيف 16 في الطرف الأول وكذلك نضيف 16 في الطرف الثاني للحصول على معادلة مكافئة للمعادلة الأولى. عددان متقابلان مجموعهما هو 0. إذن نحصل على x أس 2 تساوي 16 و 16 تساوي 4 أس 2. إذن المعادلة الأخيرة تكتب على شكل x أس 2 تساوي a أس 2، وحلول هذه المعادلة هي x يساوي a أو x يساوي ناقص a. أطبق النتيجة الأخيرة على المعادلة x أس 2 تساوي 4 أس 2، فأحصل على حلين للمعادلة هما x يساوي 4 و x يساوي ناقص 4. لنمر للمعادلة الموالية x أس 2 تساوي 9 تساوي 0. بنفس المبدأ السابق
سأقوم بإضافة مقابل 9 وهو ناقص 9 لطرفي المعادلة، فأحصل على x أس 2 تساوي ناقص 9. ونعلم أن إشارة x أس 2 دائما موجبة، بينما إشارة ناقص 9 سالبة، ولا يمكن لعدد موجب أن يساوي عدد سالب، وبالتالي فهذه المعادلة هي معادلة مستحيلة، إذن هذه المعادلة لا تقبل أي حل. المعادلة الأخيرة، سنقوم باستعمال طريقة المتطابقة الهامة التي رأيناها في التعميل لكي نقوم بتعميل هذا التعبير وإيجاد حل للمعادلة. نعلم أن ناقص 12x ما هي إلا ناقص 2x في 6، و 36 ما هي إلا 6 أس 2. إذن أحصل على المتطابقة الهامة رقم 2، وبالتالي نحصل على x ناقص 6 الكل أس 2 تساوي 0. ونعلم أن x أس 2 يساوي 0 تكافئ x تساوي 0. سأقوم بتطبيق هذه القاعدة على هذا التعبير، فأحصل على x ناقص 6 تساوي 0، أي أن x تساوي 6. سنحاول التأكد هل فعلا العدد 6 هو حل للمعادلة. لدينا x أس 2 ناقص 12x زائد 36، سأعوض العدد x بالعدد 6، فأحصل على 6 أس 2 ناقص 12 في 6 زائد 36، والتي بدورها تساوي 36 ناقص 72 زائد 36، والتي تساوي بعد الحساب العدد 0، هو الطرف الثاني للمعادلة. إذن فعلا العدد 6 هو حل للمعادلة المطروحة. نفترض جدلا أننا أخطأنا الحساب ووجدنا مكان العدد 6 ناقص 6. سنحاول التأكد هل ناقص 6 هو حل. لدينا بنفس الطريقة x أس 2 ناقص 12x زائد 36 تساوي ناقص 6 الكل أس 2 ناقص 12 في ناقص 6 زائد 36. قمت بتعويض العدد x بالعدد ناقص 6، فنحصل على 36 زائد 72 زائد 36. من الواضح أن هذا المجموع أكبر قطعا من الصفر، لأنه مجموع أعداد موجبة، وبالتالي فهو يخالف الصفر. بما أنه يخالف الصفر والطرف الثاني للمعادلة يساوي صفر، إذن ناقص 6 ليس بحل، وبالتالي إن وجدنا ناقص 6 ففي هذه الحالة يتحتم علينا إعادة الحساب. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح السؤال المتعلق بحل المعادلات، فأشكركم على حسن الانتباه، وإلى اللقاء إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.